أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم إذا ألزم شخص على الآخر ذبح شاة؟ إذا ألزم شخص على آخر ذبح شاة لأنه أخطأ عليه في كلمة ما ويسمونه حق للمخطئ عليه. ما يجوز. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا من أكل المال بالباطل. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز هذا الشيء. نعم.